في سن 13 و12 بديت أمارس اللعبة، ألعب دفاع عن النفس. أنا كنت رياضي وكنت شخص ما أحب يعني أكون مقيد في مكاتب، قررت أن أقدم استقالتي وفتحت مركز رضا للفنون القتالية. تسببت في حادث في رياضي وكسر عندي رقبة، فهذا الحادث سبب لي شلل كامل بالقتالية جوجوتسو. طبعا ليس بس مشاركة والاكتساب الخبرة، أنا طبعا من وقت ما أتذكر أنا كنت حب رياضة كرياضة يعني شاملة، يعني كنت شخص رياضي أحب الحركة. بس تقريبا في سن 18 اتجهت وكنت حاب ألعاب الدفاع عن النفس بحكم أن نطالع الأفلام، أفلام اللي فيها المارشال آرتس، يعني المارشال آرتس ألعاب الدفاع عن النفس، وكنت يعني متجه نحو. تقريبا في سن 13 و12 بديت أمارس اللعبة ألعب دفاع عن النفس. في ذاك الوقت اللي كنا يعني نشوفهم أكثر، طبعا بروس لي كان الجيل اللي قبلي، في الجيل اللي أنا كنت موجود فيه في كان ممثلين معروفين هو جون كلود فان دام وستيفن سيغال. فذاك الأيام أفلامهم أهم اللي كانوا يعني شخص يتجه لهم أكثر وكان يتعلق فيهم. دائما كنت أحب يعني المجال الرياضي، بس في ذاك يعني في نفس في وقتنا إحنا وجيلنا إحنا الشخص كان ما كان في أحد يعني يفكر إنه يتجه في مجال رياضي. كان دائما حلم إنه واحد يكون في المجال الرياضي ويعني تكون حرفيته في المجال الرياضي، ما كان يعني شيء وارد في البحرين. والله شخصيات كثيرة يعني اللي قابلتها في حياتي وفي البحرين وخارج البحرين، يعني إذا قلت شخص معين بكون ظالم لبعض الأشخاص، بس شخصيات كثيرة. بس من الناس اللي يعني وافقوني الرأي من البداية هو كان الوالد. نعم، هو اللي كان يعني شخص ما كان معارض لفكرة إن اتجه في المجال الرياضي. يعني واحنا صغار ما عندنا اي طريقه من يعني من وين انا كنت ساكن لاروح النادي. طبعا الوالد هو اللي كان يودينا ويجيبنا. اي نعم، لان احنا من سكنه في ذاك الفتره احنا كنا ساكنين في البديع والنادي كان في المنامه، فلازم يعني واحد يوديك ويجيبك. هاي شيء ينبني في شخصية الشخص مع مرور الوقت والأحداث اللي تصير في حياته. أنا حصل لي كذا حدث في حياتي وأعتقد أهما كانوا مؤثرين جدا في صقل شخصيتي اللي أنا موجود فيها اليوم، بحكم أن الإصرار والتحدي يعني لزم علي في كذا مرحلة. ما كان في خيار ثاني إنه غير إن أكون صبور. ويعني هاي مسألة اليأس دائما موجودة مع كل شخص وكل هاي، بس مجرد إنه واحد لازم يكسر حاجز اليأس ويتخطى. فأعتقد يعني في يعني بعض الأمور الشخص لازم يعني يكسر هاي الحاجز. أعتقد هي يعني حادث واحد اللي هو أنا تسببت في حادث في رياضي وكسر عندي رقبة، فهذا الحادث سبب لي شلل كامل. فأنا كنت في المستشفى هاي سنة 1995، فهاي الإصابة أدت لي شلل كامل. فكنت في المستشفى أتعالج حوالي 3 شهور على السرير، وحوالي تقريبا 8 شهور من علاج طبيعي، وسنتين لغاية يعني الأمور رجعت شبه طبيعية في من الإصابة. إصابة كانت قوية جدا، وهذه الحادثة أعتقد هي منعطف في حياتي واللي غيرت شخصيتي بالكامل يعني للأفضل. دائما أنا لما أشوف هالحادث أرجع وأفكر في هالحادث أشوف أن هاي الحادث
هو المنعطف في حياتي اللي يعني غير مسار مجرى حياتي ومسار حياتي إلى الأفضل من كل النواحي. أكيد أكيد، خاصة من صوب الوالدة والوالد طبعا، بس يعني هم اللي كانوا في المحنة معي يومي على شبه يومي في المستشفى. فطبعا يعني كانوا يعني يتحفظون لفترة طويلة، بس وراء هاي الحادثة يعني مرت فترة طويلة من الزمن، وبعدين رجعت للرياضة مرة ثانية. الرأي الطبي في البداية كان يعني غامض، لأن ما كانوا يعرفون، ويا طريقة الإصابة اللي تصير في النخاع الشوكي ما يقدر أي طبيب يقول نسبة الاستشفاء من هاي الشيء، فيحتاج له سنتين من الوقت. بعد السنتين أي استشفاء صار هو اللي صار، ومن بعد السنتين ما راح يتطور. فعندك سنتين أنت في حالة الإصابات في النخاع الشوكي، مدة الاستشفاء هو سنتين، بعد السنتين راح يكون صعب جدا أن يكون أي شيء يتطور. هي فترة صعبة جدا يعني في هالشيء، فالشخص يفكر في كثير من الأمور الإيجابية والسلبية، فواحد ما يقدر يعني يقرر في نفس الوقت، يوم عن يوم يتغير ويفرق القرارات. فبس شخص قد ما يقدر يكون لازم يكون إيجابي، ولو أنه صعب في نفس الفترة لو تكلم أي شخص، بس الإيجابية يت من وجود الوالدة والوالد والعائلة والأصدقاء دائما يعني داعمين لك في هالوقت. فكان يعني كل الشكر والتقدير لهم. أنا تخصصت في جرافيك ديزاين، ومن خريج UCSD في كاليفورنيا. الجرافيك ديزاين لأنه دائما كان لي علاقة وحب للفن من جميع النواحي، يعني الفن بالرسم ولا بال يعني بالألعاب دفاع عن النفس. فأنا شخص أحب الفن ودائما متعلق به. أضفت لي الكثير، فتحت عيني على كثير من الأمور. تدرين إذا الشخص ما يطلع من برا محيط اللي هو ساكن فيه، نظرته تكون للأشياء نظرة يعني محدودة. فلما واحد يسافر برا ويشوف المجتمعات الثانية شلون تعيش، شلون تتعامل مع الأمور، وشلون فهاي الأمور تفتح عينك على وايد كثير من الأمور. فطبعا أضافت لي الكثير في فترة الدراسة. في الفترة اللي أنا كنت فيها، لأن رجعت أمارس الرياضة وبالتحديد ألعاب دفاع النفس، الطريقة اللي كانت أشوفها تتدرب والنوادي اللي كيف كانوا يديرون النوادي في الولايات المتحدة، كنت حاب أن هاي الشيء يتطبق في البحرين. والحمد لله عقب ما رجعت البحرين أنا فتحت أول نادي وطبقت السيستم اللي شفته في الولايات المتحدة هنا في البحرين. اشتغلت في فترة تدريب في ستاندرد تشارتر بنك، ووراها التحقت ب انفستمنت فيرم باسم ماري لينش. بعد ماري لينش رحت إلى بي ان بي باريباس البنك الفرنسي، وتمت معهم حوالي 3 سنوات. وراها رحت بنك مسقط، وغيروا في فترة نفسها، غيروا من بنك مسقط صارت بي ام اي. واخر مصرف اشتغلت فيه هو كان بنك البحرين للتنمية، وكنت مدير الخزانة. في 9 سنين تحركت كثير، وهاي دائما انا افكر فيها ليش يعني، والجواب كان ان ما كنت مرتاح، لأن كنت دائما أدور أنا شنو حاب اللي يعني أكون العم يعني. فجواب كان إن أنا كنت رياضي وكنت شخص ما أحب يعني أكون مقيد في مكاتب. ففي النهاية سنة 2008 قررت إن أقدم استقالتي وفتحت مركز رضا للفنون القتالية. طبعا كان في اعتراض، بس الاعتراض ما كان، هو كان خوف اكثر من اعتراض بالقرار،
إن هل أنت متأكد راح تنجح في هالمجال؟ أنا عندي إيمان في شيء دائما، إن الشخص إذا يدور أي عمل، إذا أنت حاب تكون ناجح ما لازم تدور المردود المالي بكثر ما لازم أنت تشوف الشغف والحب لذاك العمل. يعني أعطيك مثال، إذا أنا أشوف المهندس ولا الطبيب مردودهم المالي جيد وأنا مالي شغف في هاي المجال، أنا أقول أنا بصير مهندس لأن المردود المالي راح يكون ممتاز، بس لأن ما عندي حب وشغف لهاي المجال ما راح أطور فيه. بس غير أن أنا أشوف شخص يعني في مجال أن أنا حاب أسوي، فالمردود المالي راح يكون طبيعي لأن أنت عندك الحب والشغف لهاي العمل. هو صعب جدا، مو بس رياضات دفاع عن النفس، أي شيء أن واحد يجيب هاي الفكرة أو هاي الرياضة لمكان ما حد سمع عنه ويبتدي من الصفر. فهاي مو مسألة يوم ويومين، مسألة سنين طويلة، ومسألة ترجع للشغف والحب. إذا أنت حاب الشغلة وعندك شغف يعني راح تدفع بكل شيء إنه راح تنجح. والحمد لله رب العالمين بدعم القيادة وإصرارنا، وقدرنا نوصل لمكان إن اليوم عندنا منتخب للجوجيتسو يشارك في كل البطولات المحلية والإقليمية والقارية والدولية مع إنجازات عالمية. يعني إحنا اليوم فخورين إن وين وصلنا لعبة الجوجيتسو. العاب دفاع النفس تتقسم إلى خلنا نقول ببساطة إلى جزئين، الألعاب اللي هي فيها الركلات والرفسات، والألعاب اللي فيها المصارعة، الألعاب اللي ما فيها ركلات فيها المسكات والمصارعة. جوجيتسو من جزء الألعاب اللي فيها المصارعة، يعني ما فيها ركلات والرفسات، فيها أكثر من التحكم في الخصم والمسكات. فهاي لعبة الجوجيتسو يعني ببساطة هي من ألعاب نفس الجودو، السامبو، المصارعة الرومانية، المصارعة الحرة في الأولمبيكس، في الأولمبياد. هي من هاي العائلة من الألعاب، وهي إنجازات كثيرة كلاعب كنت وكمدرب. إنجازاتنا كثيرة، عندنا بطولة العالم في كاليفورنيا، عندنا بطولة العالم تحت الاتحاد الإماراتي، عندنا بطولة آسيا، عندنا بطولة غرب آسيا، عندنا البطولات المحلية والبطولات World Pro اللي هي في الإمارات. اللي قلت لك إحنا محققين فيهم ميداليات ذهبية. اللي نعم اللي قلت لك أنا صفيتهم، يعني بحكم إن عندنا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. يعني فيك المنتخب البحريني حاليا مشاركاته مو مشاركات فقط للمشاركة. إحنا لما الحين نروح منتخب بحريني نشارك في البطولات، ومو بس فقط في لعبة الجوجيتسو على فكرة، في الألعاب القتالية الشام. يعني بحرين وصلت الحين مكان طبعا بدعم القيادة ولا رأس سيدي جلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد تحديدا، لأنه هو الراعي للألعاب القتالية. طبعا الحين مشاركاتنا في الألعاب القتالية جوجيتسو طبعا ليس بس مشاركة لاكتساب الخبرة، لا، بحرين منافسة دائما على الميداليات. الاحتراف الرياضي احنا في البحرين في بدايته، طبعا خذينا الخطوة الرئيسية والأساسية اللي هي اصدار قانون الاحتراف الرياضي اللي جلالة الملك وقع عليه، واحنا فخورين في مجلس الشورى ان هاي القانون طلع من عند مجلس الشورى في البحرين، وانا بحكمي عضو في مجلس الشورى ورئيس لجنة الشباب. احنا فخورين اليوم ان لجنة الشباب كانت جزء كبير من اصدار هذا القانون. قانون الاحتراف الرياضي بداية، والاحتراف الرياضي راح يتطور يوم عن يوم في البحرين، طبعا بتوجيهات سمو الشيخ ناصر، وهو مهتم لهالموضوع هاي الملف، وتحويل الأندية الى شركات. هذه
أحد الضلوع المهمة في الاحتراف الرياضي، واللي جاي راح يكون أفضل لأنه راح يكون إنشاء محكمة المنازعات الرياضية، فهذه راح تكون أحد أضلع المهمة في الاحتراف الرياضي. بس إحنا في بدايتنا، والاحتراف الرياضي ماشي في البحرين يوم عن يوم راح يتطور، وأنا أشوفها أنه راح تتطور وراح بسرعة كبيرة راح نوصل للدول المتقدمة. بحكم إنجازاتنا في المجال الرياضي، طبعا أرد وأعيد الشكر كله يرجع للقيادة الرشيدة بتوجيهاته على رأسه سيدي جلالة الملك، وثم سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد، ثم سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد. الإنجازات الرياضية اللي قدرنا نوصل فيها برزت صورة الاتحاد البحريني للجوجيتسو ومنتخب الجوجيتسو ولاعبين الجوجيتسو. فمن من من هاي المنطلق أنا أهديت من سيدي جلالة الملك وسام الكفاءة في سنة 2017، فهذه كان مردود العمل اللي أنجزناه. وطبعا هاي كان من لليوم أقدر أقول من أكثر الأشياء يعني اللي أنا فخور فيها في حياتي كلها، والكل يتمنى هالشيء. فسنة بعدها الإنجازات تواصلت، والحمد لله عينت في مجلس الشورى في سنة 2018 نفس ما تفضلتي. وكان هاي طبعا وسام واحد يحط على صدره وتكليف، وإن شاء الله إحنا نكون قد المسؤولية. طبعا أنا أول ما تعينت في المجلس بحكم خبرتي في مجال الشباب والرياضة، هاي كانت الفكرة إن أقدر أنا شخصيا أدعم في مجال الشباب ومجال من الناحية التشريعية، وأكون جزء من مجلس الشورى مع بقاية سادة الأعضاء، إن أكون جزء مكمل للعمل التشريعي. بس أنا شخصيا يعني توجهي وتخصصي دائما في مجال الشباب هي ثقافة، وساعات يعني في بعض الدول العادات والتقاليد. أنا أشوفه في البحرين الدعم موجود، ما في أي تفرقة بالنسبة حق رجال ونساء في أي مجال، والمجال الرياضي ما يعني مو بغير عن أي مجال ثاني، مجرد يحتاج لنا وقت. وإن شاء الله يعني حاليا عندنا في كثير من الرياضات النسائية متألقين و نحصد الميداليات في كثير من الرياضات. أنا شخص دائما أقول هالشيء، يعني أنا جدا جدا محظوظ وسعيد بالمكان اللي أنا موجود فيه اليوم ذهنيا عمليا. بس أنا مو من الناس اللي ما بيقول يعني كلمة يعني مو براضي، لا، إني دائما عندي طموح، يعني سعيد بوجودي وبإنجازاتي وين وصلت في اليوم. بس الطموح ما توقف، يعني عندي أنا شخصيتي كذي، فدائما أحب أطور وأسعى للأفضل في كل النواحي. والله يعني إحنا هني في البحرين عندنا الخامة من الشباب، ونفس ما سيدي سمو الشيخ ناصر قال احنا معدن الشباب معدنهم من الذهب. فاحنا دائما عندنا كل الامل والثقه في شبابنا في البحرين والشابات طبعا. ف يعني لا يسعنا ان نقول الا فقط ان شدوا حيلكم ومن هالافضل للشباب في البحرين ان شاء الله.